بالطبع انا اتفق معك تماما، لان قرارات حماس الانفراديه والتصعيد على الرهان العسكري سواء العمليات الانتحاريه هو بيعطي الذريعه والورقه لاسرائيل لجهاد اي مخططات سواء من مصر او غيرها، لان اسرائيل تقول الان او تصدر للعالم انها تواجه ارهاب او تواجه توقف عن نفسها، وبالتالي هناك عدم تكافؤ تماما. يعني حماس لا تعير اعتبار حتى للبعد الانساني او تكلفه الباهظه لهذا الدمار الكبير وهذه التكلفه الانسانيه. اذا تكرر سيناريو غزه في الضفه سنكون ازاء نكبه جديده حقيقيه، ومن هنا على حماس اولا ان تكون هناك الان وحده للصف الفلسطيني، هناك التزام بالمشروع الوطني الفلسطيني، ان تتوقف عن هذه القرارات الانفراديه التي تعطي اليمين الاسرائيلي الفرصه. كل منهما سواء حماس او اليمين المتشدد سموتريتش وبن غفير ومعهم نتنياهو، كل منهما يوظف الاخر. نتنياهو وزملائه في الحكومه يضغطون على حماس تبدي تشدد، ثم يوظفون هذا بانها تدافع عن نفسها وبالتالي يقومون بعمليات، ومن هنا الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، الذي يدفع الأمن هو الاستقرار. هذه التصعيد سيكون نقطة دعات خطيرة حقيقة، لأنها سيغذي بيئة العنف والتصعيد والكراهية والجماعات الإرهابية، وبالتالي يطيل أمد الصراع في المنطقة. ومن هنا نعم. أنا في اعتقادي الدرس نعم. الآن على الفصائل الفلسطينية أن تكون لديها رشادة في القرار، أن تعطي الأولويات في وقف نزيف الدم الفلسطيني، فأن يكون هناك وحدة سلطة فلسطينية أو تنسيق فلسطيني موحد، لأن ما الرهان الذي على يجب القرار عمله العسكري من قبل هذا سيكون الفصائل؟ كثيرا للجانب الفلسطيني. نعم.